ونحن نودع سنة 2021 نستضيف في أنفاس بريس الأستاذة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للحديث عن الوضع الحقوقي في المغرب خلال سنة 2021، والذي نأمل أن تكون هذه المقابلة تقليدا سنويا ما بين أنفاس وما بين الأستاذة أمينة بوعياش لرصد الوضع الحقوقي في المغرب كل سنة. أستاذة بوعياش كنشكرك على الوقت الذي خصصتيه لأنفاس بريس لتنوير القراء. يعني السؤال الأول هو مؤخرا يعني كنتم في تزمامارت في إطار مشروع حفظ الذاكرة، وهذا المشروع يعني أعلنتم عن إنجاز 95% فيه. معلوم أن هذه المشاريع لحفظ الذاكرة انطلقت منذ عدة سنوات، ولحد الآن هذه الأوراش لم تنتهي بعد. يعني ما السبب الذي حدا أو خلق يعني هذه التأخرات في هذه المشاريع لحفظ الذاكرة ديال تزمامارت أو غيرها؟ أنا ممكن أقول بأنه لن أعود بالتقييم ديال السنوات، لكن أظن بأنه في سنة 2019 لما تم تعييني رئيسة من طرف جلالة الملك رئيسة للمجلس، اعتبرت بأن أشغال هيئة إنصاف المصالحة لم تنتهي بعد من حيث التعويض والإدماج والتقاعد التكميلي، وبدينا كنشتغل على هذه الملفات هذا، والآن نحن في واحد المسار اللي هو إيجابي وتصاعدي لفك هذه الملفات ولنقلوا التنفيذ التوصيات ديال هيئة الإنصاف والمصالحة. فيما يخص الجزء الآخر ديال حفظ الذاكرة، طبيعة الحل هو نفس المنطق، بمعنى أنه بدينا كنشتغلوا على كيف نعيد ترتيب الأشغال ديال حفظ الذاكرة. بطبيعة الحال كانت هناك اتفاقية مثلا ديال تزمامارت اللي كانت هناك اتفاقية في 2008، كان فيها في ذاك الوقت الميزانية مرصودة لنا ديال 6 مليون ديال درهم، بدأت فيها الأشغال الأولية لكن ذاك المبلغ المالي كان غير كافي. بالتالي في 2019 عملنا تواصلات ولقاءات وتشاورات سواء مع الإدارة الترابية سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، باش كيفاش غادي نطلقوا باش نسرعوا الوتيره ديال انجاز هاد التوصيه ديال حفظ الذاكره في تزمامارت وفي مناطق اخرى. بنفس اذا بدات خدينا الفلوس المبلغ الاجمالي الاخر اللي 4 مليون ديال الدرهم، وصلنا 12، وصلنا اليوم حنايا بعد الزياره ديالنا الاخيره ديال اكتوبر 2020، عملنا الزياره ديالنا الاخيره كيف ما جاء لكم السيد اريري في فضاء تزمارت، اجبرنا بانه كانت متابعه حثيثة للمجلس من طرف فريق المجلس ديال لجنه متابعه التوصيات. كان هناك يعني تنقلات مكثفه خلال هذه الفتره، وبالتالي اظن بانه ممكن أن أقول بأنه عملية ديال التواصل وعملية ديال المتابعة ممكن تكون هي الأصل في أن هذه المشاريع لم تكن تأخذ، نقول ما مشتش بالوتيرة الزمنية اللي كانت محددة. يعني واش ممكن نقول واحد شي سقف زمني باش المغرب يقوي هذا الملف للمشاريع حفظ الذاكرة، ليس فقط في تزمامارت، يعني كاين ضرب ريشة، كاين درب منيشري في إلى آخره، كاين أكدوس إلى آخره، يعني كاين واحد العدد ديال هو يمكن نقول بأنه اليوم في تزمامارت هو نقول اللي هي الفضاء ديال حفظ الذاكرة اللي هو متقدم بشكل كبير بالمقارنة مع الفضاءات الأخرى. مثلا أكدوس المقبرة هي مزيانة، يعني زرناها عند التهيئة ديالها جيدة خلالها في شتنبر الماضي، لكن مثلا الفضاء اللي كان فيه الغير النظامي سننطلق خلال شهر يناير المقبل لتقديم الدراسة ونشوف شنو غنديروا فيه، كيف إعادة التهيئة وإلى غير ذلك. مثلا متحف الحسيمة اليوم نحن أنجزنا ما نسميه بالدراسات المتحفية وأنجزنا في شهر المقبل ديال 2022 سندخل مرحلة ديال الدراسات التقنية ديال الضوء والماء وهذا، والمهندس المعماري كيفاش غادي يهيئنا الفضاء باش نعمله. إذا متحف الحسيمة وتزمامارت كنقولوا بأنه في 2022 غادي يكونوا موجودين بالنسبة للمفتوحين للرأي العام. شنو هي يعني الإمكانيات، كيفاش غادي يوقع
التعامل مع نقول المسؤولين على تدبير هذه الخطوات. نتمنوا بان الامور تمشي. استاذ سمير اسمحتي لي، يعني هذه المشاريع اصلا لحفظ الذاكره هي اصلا يعني تم اعتمادها لمنع عدم تكرار ما جرى سابقا، ولكن هذا التاخير في ترميم هذا الشرح ديال حفظ الذاكره على ترين بانه يحدث لنا الان واحد التمزقات في واحد العديد ديال المناطق، بالنظر الى ان ذوك الهويات المحليه يعني دائما تركانوا الى هاد المسائل. تمام، اولا بانه فهاد مثلا في اكدز وتزممرت اظن بانه ماشي اظن نقول بانه في التدبير ديالنا في التخطيط ديالنا غادي يجمعوهم ما بين حفظ الذاكره ديال الضحايا وديال الاسماء ديالهم اذا كانت هناك قبور الى غير ذلك، لكن في نفس الوقت غادي نربطوها ما نسميه بجبر الضرر الجماعي، يعني غادي نربطوا حفظ الذاكره كحفظ ذاكره ديال الضحايا باش يكونوا الاسماء ديالهم والقبور ديالهم، والديناميه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه والبيئيه حول الفضاء نفسه او لا الساكنه التي كانت حول الفضاء. فاذا اظن بانه احنا في هذا حفظ الذاكره في التجربه المغربيه بقدر ما انه ضفنا في العداله الانتقاليه جبر الضرر الجماعي، اليوم في حفظ الذاكره نضيف كذلك على المستوى الدولي مقاربه جديده في الجمع والربط ما بين حفظ الذاكره والديناميه الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه والثقافيه للساكنه التي عانت للتهميش او لا لاسباب لأن ذلك الفضاء كان فضاء ديال الاعتقال الغير النظامي. فإذا هاد المقاربة هذه مهمة جدا، أتمنى أن زعما تأخذ مكانها من حيث الحوار العمومي حول هذا الموضوع، وكذلك على المستوى الدولي سنقوم بنقولوا تقديم الإطار المفاهيمي والمعرفي الى انجاز هذا الموضوع. ولكن هذه الديناميه اللي خلق هذا جبر الضرر الجماعي في المناطق التي عانت في سنوات الرصاص يعني تحتاج الى تدخل فعلي من طرف الفاعل الحكومي والجهوي والمحلي. انت يعني كمسؤوله يعني راس المجلس الوطني لحقوق الانسان، هل تلمسين فعلا جديه لدى باقي الشركاء لبرمجه الاعتمادات ولحق المراحل في تعويض هاد الناس وجبر الضرر الجماعي في هذه المناطق؟ احنا مثلا التجربة ديالي في تهيئة فضاء تجمع مرت يمكن نقول بأنه هناك لمست، لأنه في الوقت اللي بدينا كنناقشوا بدينا كنعملوا إعادة الحوار حول هذا الملف حول الفضاء ديال تجمع مرت، جبرت بأن السلطات العمومية مستعدة وعطتنا الميزانية المحددة. إذا اليوم وصلنا 12 مليون ونص ديال الدرهم اللي هي تقدمنا فيها. مثلا وزاره الفلاحه او الوزير الفلاحه السابق في الحكومه السابقه رصدت 18 مليون ديال الدرهم لتشجير ولاحداث انشطه فلاحيه مهمه جدا حول فضاء تزممارت بهكتارات بمئات الهكتارات ومرافقه الساكنه لمدة 4 سنوات. كذلك هناك الميزانية المحددة ديال مثلا في 21 دجنبر بدأ العمل لبناء ملعب القرب للساكنة، كذلك هناك مسجد وهناك كذلك مستوصف للساكنة، إلى جانب أن هناك بنايات 24 مكتب خاصة بالتعاونيات اللي غادي يكونوا فيها خاصة النساء والشباب باش يعملوا الأنشطة والمدرة للدخل. فإذا هذه يعني الآن غادي نوصلوا لحدود الآن يمكن نوصلوا لواحد 60 مليون ديال الدرهم اللي هي ديال السلطات ديال الحكومة اللي اعتصمنا، ما عندناش حنايا يعني حاضنين لهذه التوصيات، لكن الامكانيات اللي ما احنا ما كنحطوش الامكانيات كنحطوا كنعملوا ان عندنا توصيه واقفين عليها باش تنفذ، ولكن باش نوقفوا باش تنفذ راه كنشتغلوا مع الحكومه. ولكن مثلا كاين بعض الحالات مثلا بحال ضرب مولاي الشريف الطابي دوله ضرب ريشه في تطوان الان يعني اصبحوا يعني محتلين من طرف يعني سكن غير شرعي. يعني كيف نفسروا ان الحكومه منخرطه في اعمال توصيه هيئه الانصاف والمصالحه ومن جهه نجد واحد التلكؤ في افراغ هؤلاء الناس؟
ما كتفكروش تروحوا تعاونوا نتوما مثلا كان فلوس وطني؟ لا ما كاينش فرق هؤلاء مثلا. لا اولا عملنا انا قلت لك في 2019 عملنا كذلك اجتماعات كثيره مع الولات ديال هاد ديال الفضائيين ديال الضرب ريشا الوالي ديال اللي كان انذاك. وكذلك شنو هو الاشكال؟ هو انه عملوا جميع مثلا ضرب ريشا هناك كانت اقتراحات ديال الولايه ديال تطوان باش يعطيو السكن داك الناس اللي ساكنين فدا باش يخرجوا باش نعملوا الفضاء باش نسترجعوا حنايا الفضاء اللي هو في سميتنا للاسف لتأهيله كفضاء لحفظ الذاكره. لكن الساكنه اللي تما رفضوا يتنقلوا لانه المكان نقولوا للبلاصه فين جات ضرب ريشا بالنسبه لهم في الوسط ديال المدينه واستراتيجيه ما يمكنلهمش يمشيو لان السكن اللي غادي يعطي هو كله ماشي خارج ولكن في حوالي المدينه تطوان في طريق الى 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 في الطريق ديال رينكون الى ديال المضيق الى غير ذلك. فعدد من الناس نصحونا خصكم ديروا دعوه قضائيه باش يخرجوا هاد الناس. انا شخصيا ارفض ان اقوم بدعوه رغبه. نفس الشيء تضرب مولاي الشريف حتى هي نفس الشيء. يعني نحن احنا كمغاربه معلقين الى حين يعني فرق هؤلاء. انا اتمنى ان يستمعوا هؤلاء الناس وان يعطونا بان عندها وضع اعتباري تاريخي كبير جدا وبانهما هما قلت يعرقلون ولكن كيصعبوا علينا المهمه. ولكن باش نعمل دعوه قضائيه وتخرج يعني خص الواحد عندي خم فيهم شخصيا لا اميل بشكل كبير لهذا. طيب اذا كان المجلس يرفض يعني رفع دعوى قضائيه في هذا الباب يعني هل انا ما قلتش انا قلت الان انا هل يمكن المجلس نشوفوا شنو اذا يعني تغاضينا على قضيه الدعوى هل يمكن للمجلس ان يقوم بوساطه حاليا نحن نعيش واحد رجع في المغرب ديال جواز فرض جواز الصحي وانت بلا شك استاذه تتبعتي الغليان الذي تعيشه قطاع يعني المحاكم في المغرب يعني هل المجلس يمكن انه يقوم بوساطه ما بين مختلف الفرقاء لطي يعني هذا الملف ديال فرض الجواز وايجاد مخرج مشرف للجميع؟ طيب اولا بعد بطبيعه الحال كان عندنا لقاءات وتواصلات مع عدد ديال النقباء ديال المحامين في هذا الموضوع. كذلك تواصلنا مع الرئيس المنتدب للسلطه القضائيه في هذا الموضوع. اظن بانه كان بعد ذلك اجتماع مهم جدا مع جمعيه هيئات المحامين اللي بعد الاجتماع مع السلطه القضائيه وخرجوا. اظن بانه اليوم عدد من النقباء ديال عدد ديال المناطق بداوا كيعملوا بلاغات كيقولوا بان خصهم يرجعوا الى العمل يعني التوقف ديال هذه الحركه الاحتجاجيه ديال لكن هناك يعني تنظيمات مهنيه موازيه للمحامين خاصه المحامون الشباب يعني مازالوا يتمردون بين مزوجتين على قرار هذا النقباء ورفضوا العوده الى المحاكم. طيب انا بصراحه هنا واحد نقول واحد ميزان فيه جوج ديالها. اولا هذا القرار قرار ديال مبني قانونيا يعني عندنا المرسوم بمثابه قانون اللي كينظمنا حاله الطوارئ ونظمنا حتى هاد القضيه. طبيعه الحال في المجتمعات كلها اليوم ماشي غير في المغرب كاين هناك ناس من يتمردون على التلقيح. طبيعه الحال هاد الناس اللي كيتمردوا على 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 على, على التلقيح حنايا كنا في المجلس قلنا بان خصنا نعملوا جواز التلقيح نعملوا جواز صحي اللي كيكون الواحد اللي ما بغاش يتلقح خصو يقدم ما للتيست اللي كيقول بانه غير لانه باش يدخل واحد الهيئات واحد الفضاء عمومي لانه كنعرفوا كورونا الاصل ديالها هي عدم اذا كان الواحد كيتلقى بالاكسيد. كنا واضحين اذا كان اصحاب البدله السوداء يتساءلون او لا يرفضون عدم تطبيق القانون يعني هذه مسائل شخصيه ماشي نقولوا ماشي مهنيه ان المهنه ديال المحاماه هي تطبيق القانون كذلك. واذا ما كناش متفقين على القانون نعملوا باش نغيروا القانون لكن تطبيق القانون اساسي. ثانيا عندنا اشكال اخر هو انه حنايا الان في واحد الوضع اللي عندنا واحد 4 مليون ديال الناس لحسب المعلومات اللي خصنا نلقحوا باش نوصلوا واحد ليمينيتي باش نفتحوا
البلاد، لان عندنا اشكالات حقيقيه اقتصاديه ماليه ديال حنايا، حتى في خدمتنا حنايا عندنا اشكالات ديال التواصل مع الناس، ديال انت بالصحفيين كيفاش اذا عندنا واحد الاشكال خصنا نخرجوا منه. باش غادي نخرجوا منه؟ ما غيمكننا نخرجوا منه الا بالتلقيح، وبالتالي التلقيح هو نقولوا الوسيله الوحيده للخروج. مزيان ماشي مزيان يمكن يكون عنده، ولكن هي الوسيله الوحيده. فاذا كاين الصحه العامه اللي هي مبدا اساسي في حقوق الانسان، وكذلك الرأي الشخصي أو الذاتي فيما يخص هل أنت جزء من الصحة العامة أم ضد الصحة العامة. يعني هذه الرجة التي تعيشها، يعني يعيشها مرفق العدالة، وهذا الإصرار ديال المحامين على عدم يعني مسلسل هذا القرار. أنا أظن يمكن يكون هناك أسباب أخرى أثير، يعني كانت الفرصة للمحامين المحامين للتعبير عن قوتهم، للتعبير عن نظرتهم كيف التعامل معه. انا اظن بان هنا المجلس يعني واش ممكن يقوم شي دور في هذا الباب لاطفاء جذبه الغضب. لا احنا ما قلت لك عملنا واحد العدد، ان العدد ديال الالاف ديال المغاربه اصبحوا يعني ضائعين ومحرومين من الحق في التقاضي والحق تمام. في الولوج الى المحكمه. طبيعة الحال احنا اولا سجلنا بان عدد ديال الناس تشكاو بان القضايا ديالهم اما تاجلت اما تحكمت وما في الغياب ديال المحامين، قضايا اللي عندها اهميتها، كاين اللي هي مدنيه، كاين اللي هي تجاريه، كاين اللي هي جنائيه الى غير ذلك. القضايا عندها كيكون عندها واحد الاثر كبير على المتقاضين. انا اظن بانه بحال اللي قلت بانه عندنا لقاءات وتواصلات مع عدد ديال النقباء، مع محامين كذلك، مع عدد من المحامين. عملنا خلال المرحله الاولى عملنا عدد من التواصلات مع المسؤولين على تنفيذ هذا القرار الثلاثي. اظن بانه اليوم وصلوا هاد المسؤولين وصلوا الى قرار اظن بانه ناجح. سنعمل على المتابعه مع النقباء اذا كان لابد. كان هناك نقول كذلك مع محامين تواصلوا معنا في اولا كاعضاء ديال المجلس الوطني، كاعضاء ديال المجلس ديال النقابه، او كمحامين قريبين الى عدد من المسؤولين والموظفين والاطر ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان، او اعضاء ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان. اذا نحن نتفاعل، لكن ماشي لابد خبرنا العموم ماذا قمنا به خلال هذه المرحله ديال نقولوا ديال الاحتجاجات ديال المحامين على اللقاح. واكيد بانه هاد المحامين يمكن واحد 80 و90% ديالهم كلهم ملقحين. اذا لابد ان تساءل، وهذه كذلك من طرف الحكومه، ان البيداغوجيه ديال التواصل مع السكان والساكنه والمغاربه فيما يخص التلقيح اظن بانها تحتاج فعلا الى اعاده النظر، باش الناس يفهموا الاهميه ديال التلقيح. غتفهموا ماشي بال يعني كنقولوا خصك تمشي تلقح وصافي، كتفهموا علاش خصك تلقح، ليه لك ونغيرك. هذا الشيء فيها نقص كبير جدا من حيث العمليه التواصل. وهذه ديال التواصل ما كاينش نقص عيب فقط في هذا الشيء ديال التلقيح، حتى على مستوى مثلا مؤخرا تم سحب يعني مشروع قانون جنائي للمؤسسه التشريعيه، ولحد الان يعني الحكومه لم يعني تفصل في دواعي هذا السحب، يعني هل عنده علاقه بخصومات مع العائله السياسيه التي كانت تسير الحكومه في العهد الماضي، ام لديه يعني علاقه بالرغبه في اقبار الاطراء للمشروع، ام لسنا ندري. انتم كمجلس وطني لحقوق الانسان ما رايكم في هذه العمليه لسحب يعني مشروع القانون الجنائي؟ لا، واذا كان سحب المشروع القانون الجنائي سيأخذ بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات ديال المجلس اللي قدمناهم في 2019 سنكون سعداء بأنه تم سحبه لإعادة صياغته. لكن أساسي في نظري بأنه أولا أن الإشكالات القانون الجنائي خصو بشكل أو بآخر إعادة النظر هيكلية، يعني بنيوية. يعني في ثلاث أو أربع محاور كبرى، ما هي يعني في نظرك أستاذة يعني التي ينبغي أن تشمل هذه التغييرات البنيوية؟ اللولانية هو أنه كل القضايا خصها تكون عندها المشروعيه ديالها، مشروعيه يعني قانون. وقضايا يتم كذلك التغاضي عليها، مثلا قضايا ديال مثلا الاغتصاب. الاغتصاب عندنا واحد الشكل ديال الاغتصاب.
بينما كنعرفوا بان هناك اشكال متعدده ديال الاغتصاب. عندنا الاعتداء، ما كنقولوش كاين هنا الاعتداء الجنسي، راه عنده كذلك. اذا عندنا اشكالات جديده مهمه جدا خصها تكون مهيكله في الـ في الـ في, الـ في القانون، وتكون عندها المشروعيه ديالها. علاش؟ لان حين كيكون هناك الاغتصاب ديال الطفل كيقول لي لا هنا هناك اتانت لا بيودور، المهم اتانت لا بيودور فقط، لكن ما كيقول ليش ان هناك اغتصاب لان ما عندوش البند. لا، خصو يقول لي كاين هناك العنف الجنسي او العنف او الاعتداء الجنسي على الطفل. اذا راه المستويات كتتغير. لما كيكون عندي النص يمكن لي نعمل المتابعه. هناك تجي بعد بعد كذلك هناك واحد العدد ديال الاشكالات اللي كيكون فيها التناسبيه. واش مثلا عملنا الفصل 206 ديال القانون الجنائي الخاص بالمس بالامن الداخلي، قالوا 1962 حنا عندنا ذاك الفصل 206 ما تبدلش. كنشوفوا بانه اليوم المغرب رجع دوله ديال المؤسسات. ما يمكنلكش تقول لي الامن المؤسسات من الامن الداخلي، كتقول لي واش المس بشي مؤسسه؟ علاش؟ كيفاش؟ تفصل لي، تعمل لي المشروعيه، وفي هذه المشروعيه تعمل لي التناسب، وتقول لي فوقاش خصني نتدخل، وفوقاش خصني ايقاف، وفوقاش خصني نحاكم، وفوقاش خصني نعتقل. هي الضروره. اذا حنايا الان عندنا اشكالات جديده لا يتضمنها القانون الجنائي ولا يتضمنها حتى المشروع السابق، وبالتالي كان لابد من اعاده النظر. لان الفلسفه ديال الجنائي، فلسفه في حقوق الانسان، هي انه قانون ديال الحريات والحقوق وليس ديال العقاب. حنا عندنا غير العقاب، عملتي هذا الطع، عملتي هذا خصك تشد، عملتي هذا خصني نمشي نديك الحبس فقط. اذا كيفاش غادي ندبروا الحقوق والحريات؟ عن طريق القانون الجنائي، لانه كاين هناك قضايا تطرح حقوقيا ومن حيث ولكن في هذا الاطار يعني البعض ذهب الى القول بان صاحب الحكومه الحاليه على المشروع يعود الى ان الحكومه يعني تقريبا في مكوناتها تمثل عالم المال والاعمال، وهذا العالم يعني من مصلحته اقبار الاطراء للمشروع والحديث عنه الى اخره. بمعنى ان هذا غير وارد هذا. انا غادي نستنى، ما يمكنليش نقول، لكن انا اظن بانه المغاربه والبرلمان بغرفتيه عندهم كذلك الدور في مناقشه القضايا اللي كتعيش المجتمع. حنا شنو عندنا، شنو اللي نقولوا عانينا منه، هو انه البرلمان ما كيستمعش المجتمع، ما كينتبهش للقضايا ديال المجتمع، كيشوف شنو هما التوافقات السياسيه والايديولوجيه وبها كنعملوا القوانين. الا البرلمان مديور باش يجبر اجوبه تشريعيه قانونيه اللي اعطينا الاجوبه للمشكله مطروحه في المجتمع. ماشي للتوافقات الايديولوجيه. واش حنا غادي نخرجوا من هذا الشيء؟ نتمناو نخرجوا من التوافقات الايديولوجيه. يعني ناخذ واحد المشكل مطروح الان يعني ويطغى على اهتمامات الراي العام المغربي خاصه الوسط الجامعي، الا وهو تناسب التحرش الجنسي، يعني المال او الجنس مقابل النقاط في عدد من الجامعات المغربيه. يعني بصفتكم يعني رئيسه ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان، كيفاش رصدتوا هذا الموضوع الذي يعتبر احد اعتى اشكال العنف ضد المراه؟ طبعا الحال انا نقول لك مثلا عملنا ردود. اولا عملنا واحد التدخل مباشر في وقته. نعم. لما قرينا المعلومات الجلسات مع الضحايا وكذلك المتابعه مع النيابه العامه انذاك باش ناخذوا المعلومات الضروريه بخصوص الملفات. اليوم هناك اعتقال ديال 3 ديال الناس، واحد على المستوى الجنائي، الثاني على المستوى الجنحي، والاخرين في حاله صراع سأصرح، الى جانب ان هناك الضحايا. اخر جلسه كانت الجلسه ديال هذه يومين. هناك متابعة للمحاكمة. طبعا الحال هذا ما كينفيش بأنه المتابعة القانونية شيء، لكن كذلك الآليات ديال حماية الطالبات خاصة من هذا التحرش، سواء من طرف الأساتذة بالأساس على المقابل أو لا مع من 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 طرف الزملاء ديالهم إذا كانت. فإذا نحن خلال في 2022 يناير 22 سنتقدم باقتراحات
بنيوية، ما هي الآليات اللي خصها في الجامعات تكون باش يكون هناك التبليغ بشكل مباشر، وباش تكون حماية ديال المبلغات في حالة حالة التحرش، وإلى جانب العملية ديال أهمية التبليغ فورا للمسؤولين. والمجلس أنا أظن في نهاية يناير سنتقدم بهذه المقترحات لوزارة التربية، لوزارة التعليم العالي.